يقول السائل: أختي وأخي وضعتهما والدتي بجانب جمر لتدفئتهما واشتعلت أختي فماتت، فهل على والدتي الصيام عنها علما أن أختي تبلغ من العمر 5 سنوات؟ نعم، إذا تركتها قريبة من النار، إذا تركتها وذهبت عنها وهي قريبة من النار ولم تبعدها من النار أو تبعد النار عنها ولم تكن حاضرة عندها، فإنها تسببت في قتلها، فيكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. نعم.